حيوان من الحديقة الحيوان. هيا نسمع الحوار المحادثة بين أستاذة إسراء وأستاذة إرما. يا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل ذهبت إلى حديقة الحيوانات؟ نعم ذهبت إلى حديقة الحيوانات. متى ذهبت إلى حديقة الحيوانات؟ ذهبت إلى حديقة الحيوانات يوم الأحد. ماذا شاهدت من الحديقة الحيوانات؟ شاهدت الأسد والنمر والفيلة والكلب. هل شاهدت الفيل؟ نعم شاهدت الفيل. قطنه طويل وذيله قصير. ما شاء الله.